السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم معنا من جديد. تحيه خاصه لكم جميعا. واحد اليوم غادي نديروا واحد الطبق ديال السمك. فوالا انا اختاريت هذه السمكه لانه صيدتها من البحر، راه فريسك هذه الكوته هذه. هذاك الشيء علاش، واخا صغيره نتوما، المهم هي الفكره والطبق اللي غادي نطبق. وانتوما يا تقدروا تستعملوا حوت كبير ولا اي نوع ديال السمك، وتتبعوا الطريقه اللي غادي نعمل انا اذا في حال تعجبتكم. اوكي الوغ، انا اختاريت هذا الباجيرو اللي هو موجود حتى في البلاد، باجو يعني بحال بحال. اول حاجه انا غادي نشرحها، ما غاديش نخلي فيها الشوك، وغادي تتبعوا معايا الفيديو كيفاش غادي نشرحها، نعجبوا بها ان شاء الله. الوغ انا كنفضل نستعمل مقص اول حاجه. علاش؟ لانه انا هاد الشوك كامل غادي نحيدو باش ناكل الحوت ديالي بارتياح. شنو غادي نعمل؟ غادي ساهل، كنمشي في جهه فين كاين السلسول فوالا، وتنقطع بحال هكا، لانه ماشي مشكل تاخذوا حوته وتعلموا فيها. فوالا انا قطعتها بحال هكا، شرحتها من الوسط، غادي نطراسيها بالمقص، ومن بعد غادي نكملها بالسكين. فوالا كناخذ السكين بهذه الطريقه، كنتبع يعني الطريقه سهله جدا. غادي نحيدو حتى هذاك الشوك ديالو. اوكي ماشي مشكل الواحد ياخذ حوته يتعلم فيها باش ما يبقاش يطيح في المشكل ديال الشوك، باش ياكل بارتياحيه. اوكي فوالا شفتي، قضيه سهله جدا. انا حيت اللحم ديال السمك، وها هو السلسول جا رائع. حتى الجهه الاخرى غادي ندير نفس الطريقه. الو الجهه الاخرى حتى هي درنا ليها نفس الطريقه. اوكي حتى كنحصلوا السمك بهذه الطريقه هذه. اوكي شنو غادي نعمل دابا؟ شوف معايا، غادي نقطع السلسول من تحت هكذا. اوكي انا حيد السلسول، شوف بحال ما هكا. هذا ما غاديش نلوحو انا، شوفوا معايا شنو غادي نعمل به. المرحلة الثانية اللي هي اشنايا، هي مهمة بزاف. الناس كيطيبوا الحوت تصايب بحال هكا، ما كيحيدوش الشوك، وداك السمك ملي كيطيب بزاف هذاك الشوك ما كنبقاوش عارفو فين كيمشي، يعني كيبقى الوسط، يعني في اي لحظة نقدروا ناكلو شوكة. هو الشوك تيكون في جوج بلايص، تيكون في هاد الجهة اللي هي حدا البطن. اوكي وتيكون هنا الوسط، ها هو واحد الخط هنا كنشوفوه، شفتي هاد الخط هنا، هذا نزولوه ما غاديش يبقى الشوك. اشنو كيفاش كنزولوه؟ بهاد الطريقة هادي، هي سهلة جدا. ها هو الخط، راه كيف قررت وريتو لكم، كنتبع نحطو الصبع ديالنا بحال ما هكا، راه هو احمر كيبان، كنتبعوه بالموس بحال ما هكا. اوكي باش ما نقيسوش، ما نضيعوش حتى السمك. وهو اوكي اوكي هاد الحاله حتى الراس ديالو انا غادي نقطعو. السمك ديالي ها هو نقي من الشوك، ما فيهش الشوك، غادي نحيد ليه هاد الجنيوحات هادو. اوكي هاد اما الناس اللي كيستعملوا الحوت كبير، راه هو سهل من هاد الحوت الصغير، فهمت؟ انا حيت غير هاد الحوته صغيره صيدتها البارح، قلت نعمل عليها فيديو. اما الحوت هذاك الكبير اللي هو راه ساهل باش تحيد منه الشوك، دابا الحوته ديالي نقدر ناكلها بحال ما هكا، ونعمرها يعني باي كيف ما عجبني، يعني ما فيهاش الشوك، غناكل وانا مرتاح. تبعوا معايا الطريقه الثانيه شنو غادي نعمل. ودابا غنمشيو نطيبوا السمكه، ما غادي نلوح حتى حاجه لانه سمك، يعني راني نقيتها. الراس ديالو وهنا السلسول ديالو وهنا السمك، اشنو غادي نعمل؟ انا هنا خديت واحد، يعني غندير طبق، هذا الطبق صحي. اوكي وحتى الفكره راه مزيانه الواحد يكبر المخزون ديالو. انا خديت واحد الشبكه هذه، ها هي، يعني غندير فابور يعني مبخر. غادي نحط الراس ديال السمك، وغادي نحط الجناح يطيب لتحت. اوكي باش نطيبوا السمك بماء البحر كنقولوا. اوكي اكوا دي مار. الحوته ديالي غنحطها هكا طيب، غادي نطيبها 20 دقيقة على الفابوري بحال ما هكا. شنو غادي نزيد؟ شوية ديال الملح، غير شوية متكتروش، لأنه ديجا
هذاك السمك جاي من البحر تيكون مالح. غنخليها طيب هكا 20 دقيقه ومن بعد تبعوا معايا الفيديو. اوكي غادي نتسنى حتى تدوز 20 دقيقه. انا البوطره ما تجهدتش عليها بزاف اوكي، لانه هذا السمك راه بسرعه كيطيب، غير باش نبخروه شويه ومن بعد غنكملوا الطياب في الفرن الداخل ان شاء الله. تسناوني غادي نمشي نوجد كونتورنو ديالي. الكونتورنو ديالي اللي غادي نقدمه مع السمك شنو خديت انا؟ فكرت نعمل هاد المكور، المكور العكري هو هذايا عكري، كنقول لك فيورا فيولا، راه كلشي كيعرفو، موجود حتى في هنايا تبارك الله كلشي كيعرفو. الوغ شوفوا معايا اش غندير، يعني غندير شكل ديال بحال كراوتي، يعني كراوتي راه واحد الانسالات معروفه، كونتورنو ديال كراوتي راه معروف. اوكي هذا جد رائع وحتى صحي بزاف، هذا حتى تاكل منه بزاف ما كيعمل حتى شي حاجه، يعني صحي صحي. الو انا غنقطعو على هذا الشكل هذا رقيق هكا، عندك تضربو صبعكم. اوكي كنعملو في المقيله ديريكت، ياك شويه ديال الماء، شويه ديال الخل. واه بغيتي الماء حتى دابا؟ صافي خا حنا كنسجلو دابا، عطيه الماء عطيه. الوغ اشنو غادي نعمل دابا؟ غادي نعصر عليه شويه الحامض. اوكي بحال هكا نحيدو هاد العطيمات هادو. هذا اوكي زيت ديال المغربه، شويه زيت، شويه ملح. انا غادي ناخذ واحد نصف معلقه ديال السكر، كنفضل نستعمل هاد تزكر دي كامل السكر الاسمر. الو شويه البزار، شنو باقي؟ باقي حملنا هذا الخليط هذا، غادي نخليه يطيب 20 دقيقة 20 دقيقة 20 دقيقة والبوطة تكون ناقصة، حتى تنشف ديك المويها. ملي تنشف ديك المويها كراوتي ديالي راه طاب. اوكي 20 دقيقة ونطفو البوطة وتكون ناقصة. شوف معايا ها هو الكراوتي بدا كي المويها بدات كتمشي، شفتي ها هو بدا كيتطلق. شوف غادي يجي رائع، يعني قلت لكم 20 دقيقة اطفيو عليه 20 دقيقة. اوكي الان غادي نمشيو نهزو السمك ديالي. الو غنقول لكم علاش درت هاد الطريقة، يعني انا كنشتغل من المخيلة ديالي. الو غنشوفو كيفاش غادي نحاول نقلب السمك ديالي. انا غنعمل بهاد الطريقة و فوالا ساهلة شفتي هوبلا. الو هاد الطريقة هادي حتى الناس اللي مقدروش يحيدو الشوك ملي كيتبخر من هنا، يعني نقدرو الشوك نهزوه غير بيدينا بحال هكا، يعني ساهل. اوكي المرحلة الثانية علاش المرحلة الثانية اللي هي انا غادي ندخلو يكمل الطياب في الفرن، يعني ما تنساوش غنحط طيبتو غير على جهة وحدة، لأن الجهة الثانية غادي ندخلها الفرن يعني طيب مدة ديال 5 دقائق. شوفو معايا شنو غادي ندير. الو بقى ليا واحد الحاجة ما عملتهاش، اشنا هي؟ غادي نمشي نصيب واحد الصفورية فين غادي نطيب السمك ديالي باش نحميه ما تبقاش ما تنشفش، يعني باش تبقى رطبة، باش نحتفظ حتى على داك انا طيبتها الفابوري، ديك الرطوبية تبقى ديال السمك وديك النكهة ديال السمك تبقى. اش غادي نعمل؟ غنحط شوية فرينة اوكي، يعني غندير واحد الصفورية، ماشي ضروري العبار، والناس اللي ما يعرفوش يعملوا العبار نقدر نكتب لهم من بعد، ونقدر نكتب العبارة حتى انا راه حاط فيديو في يوتيوب راه فيه الصفورية كيف الطريقة كيفاش نعملوها كيفاش نحضروها. تبارك الله نتوما راه كلكم حالكين، يعني كتصيبوا احسن منا حنا. اوكي شوية الماء، يعني الخليط ما غاديش نديرو جاري بزاف وما كنديروش ما نديروش قاصح بزاف. اوكي انا غنوريكم كيفاش. شوية الماء انا غادي ندير غير عبار. اوكي نزيد شوية ديال الماء ونزيد شوية الملح، فين كان الملح؟ هاكو الملح شوية شوية شوية. اوكي اسكت اصاحبي خلينا نسجلو. اوكي
ديالي دهنت غير بشويه ديال الزبده ما نكثروش غير شويه وغادي نبدا نسرح الخليط ديالي بهذه الطريقه. هذه الصفوريه ديجا قلتها دابا ها هي طابت بركه بطريقه سهله جدا باش نكملوا الخدمه. الو السمكه ديالي يعني احنا وصلنا للنهايه. اشنو عملت؟ خديت الصفوريه قسمتها على جوج حطيتها النص ديالها لتحت والسمكه ها هي محلوله. شوفوا معايا شنو غادي نعمل. اوكي اول حاجه غادي نحط عليها شويه ديال الملح شويه ديال الابزار. انا ما كنفضل ما نكثرش بزاف ديال العطريه لانه السمك خصنا ناكلو نكهات السمك يعني البحر خصنا نتبطقو داك نقولوا مذاق البحر. اوكي شويه زيت ديال المغرب ديال البلاد زويته واعره. شويه ديال الربيع الربيع نحاول نبقاش اكيد ماشي غادي كيشد الربيع كيبقى بحال ما كيبقى فكر كيبقى قرضوا فيه قرضوا يقرضوا حتى داك الماء ديالو كامل تيخرجوه من الربيع ودغيا كينشف يعني صافي غير لوحو هذاك راه ما غير صالح للاستعمال لانه حتى داك الملفعه ديالو بقات في المويه راكم بقيتو تقرضوا فيه وانتم كتفكروا حتى لحتو كلشي. ما علينا شوف انا مثلا نحاول ما نقرضوش بزاف لانه ربيع صحي. كراتي يعني ديك الملفوف ها هو طار غادي نعمل واحد شويه هنا اللي غادي نعمر به. اوكي هذا غادي نحتاجوه في الاخر. اوكي وغادي نسد السمكه ديالي كما ديال الفيديو واضح كلشي سهل والمهم هي الفكره. الو غادي نمشي نسد السمك ديالي من الفوق. انا شديت هذوك الاسفوليا وقطعت طريفات ودابا غندير هذه العمليه هذه وحده حدا وحده. اوكي انا فكرت ندير هذه الطريقه باش يبقاو حتى دوك الشريطات يعني على شكل ديال السمك اما ما بغيتش نسدها بورقه وحده ما غيبقى عندها حتى معنى. اوكي وغادي ندخلوها الفرن. انا غادي نطيبها غير 10 ديال الدقائق ولا 6 ديال الدقائق لانه الفرن الا كان سخون من الاحسن طيبوها انكورا غير 5 ديال الدقائق من الاحسن. الا كان الفرن سخون طيبوها غير 5 دقائق لانه السمك راه ديجا درناها في البخار راه ديجا طابت. اوكي دابا غادي نطيبوا غير هاد الصفوريا نقرمشوها من الفرن. نتلاقاو من بعد ونكملوا الفيديو. وصلنا لنهايه الحلقه والدريساج غنديروه اونسومبل سهل بزاف كلشي سهل وكل واحد يدير الديكور اللي كيعجبو. اشنو غادي نعمل؟ انا غادي نحط هاد الكراوتي هذا اللي هو داك مكور فوالا غنحطو هنا الوسط. اوكي خديت واحد شويه راني طحنتو غير باش ما يجيش ناشف بزاف هكذا. اوكي السمك ديالنا ها هو طار جا رائع يعني مقرمش من هنايا ومن الداخل راني خليته رطب. اوكي الو هادي انا تعجبني الديكور هاد الشوكه حتى هي راه ما لحتاش خليتها باش نعملها هنا باش تبقى ديك باش نعرفوا الطبق ديال السمك. هكا جات مزيانه ضروري من الليمون نحطو هنايا اي فوالا الطبق ديالنا موجود. نحيدو هاد شويه ديال الكراوتي للربع فوالا الطبق ديالنا موجود يعني كلاس ما كثرناش بزاف ديال الحويجات باش يبقى داكشي سامبل. نتمنى الفكره عجبتكم. الولد راه كيعيط غنوريكم الطبق ونمشي عنده. اوكي نتمنى الفيديو ديال اليوم حتى هو عجبكم. حنا نتوما خذوا اي سمك تعجبكم عملوه بنفس الطريقه ونتسنى الميساجات ديالكم تخليوه لينا الى عجبتكم الفيديو. نقول لكم السلام عليكم. الدري راه تعيط ليا من الصباح عرفتي راه عطيه مطيشه عطيه ليمون عطيه كلشي كاع الموكان حاطهم لي تما غير باش يسكت وخليني نريجيستري. السلام عليكم ربي يحفظكم خليو ميساج تحت الفيديو ونتلاقاو قريبا ان شاء الله. السلام عليكم.